السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشيلسي هيخسر أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبي بنتيجة 3-1. دي توقعاتي. ليه بتوقع كده؟ لأن رغم إن تشيلسي من وجهة نظري الشخصية ظهر بشكل كويس في المباراة اللي خسرها 4-0 قدام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، لكن أنا حسيت إن لامبارد عنده فكر. تشيلسي كان واضح إن هو مسيطر على نص الملعب، كان واضح إن هو بيهجم، كان مؤثر على المرمى، كان مستحوذ على الكرة، ولكن طبعا الأخطاء الدفاعية أو الكوارث الدفاعية اللي حصلت له، خصوصا بغياب روديجر اللي كان مصاب، وكمان لأن زوما كان كارثة وكريستيانسن ما كانش في يعني ما كانش في المستوى، والأهم كمان إن هو طبعا باع كايل أو كاهل المدافع الدولي الانجليزي لكريستال بالاس، كمان باع ديفيد لويز لارسنال. فعشان كده دفاع تشيلسي هو كان المشكله الكبيره في ماتش قدامهم، في الماتش قدام مانشستر يونايتد. رغم كل ده انا حاسس ان تشيلسي فرقه كويسه، وكمان الفرقه هيبقى عايزه تبين رد الفعل قدام ليفربول في ماتش كاس السوبر الاوروبي، عشان كده الماتش هيبقى صعب جدا. القصة مش قصة لعيبة بس، القصة قصة كمان تهيئة نفسية للماتش، فرقة عايزة تثبت إن هي قوية بعد ماتش صعب جدا خسروه قدام مانشستر يونايتد. عموما برضو مع كل الأجواء دي أنا بقول إن تشيلسي يفتقد كمان لحاجة مهمة جدا، وهي القائد. مفيش قائد في الملعب بعد هازارد. ويليان لسه ما تعافاش، وده اللي قاله لامبرد في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، ان ويليان وروديجر لسه ما تعافوش تماما، لكن هيكونوا موجودين على دكه البدلاء. كانتي اللي في كلام عنه، بس اعتقد ان كانتي هيكون موجود. الخلاصه ليفربول واضح انه اجهز بشكل كبير جدا من تشيلسي للمباراه، ولكن الحاجه الوحيده اللي هتخلي تشيلسي يقدر يرجع في المباراة قدام ليفربول هي ان تشيلسي، لاعيبة تشيلسي عايزين يثبتوا رد فعلهم، عايزين يقولوا ان احنا موجودين. وانا اعتقد ان لامبرد مدرب كبير جدا، المباراة او تشيلسي هيستعيد عافيته في الدوري الانجليزي الفترة اللي جاية، ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان ماتش ليفربول النهاردة بعد دقائق هيكون ماتش صعب جدا على تشيلسي، وتوقعاتي الشخصية ان المباراة تنتهي بفوز ليفربول 3-1. وكمان اعتقد ان محمد صلاح هيسجل، اعتقد ان فيرمينيو هيسجل، اعتقد ان ساديو ماني هيسجل ان شاء الله، والنتيجة هتبقى 3-1. استنونا بعد الماتش هنشوف توقعاتنا صح ولا غلط، هنتكلم مع بعض في كل ما يخص الماتش ان شاء الله بعد المباراة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.